بندر وبديريكتور، رجعت لكم مقطع جديد. حابب اني اشكر ايزي فان لدعايتهم لهذا الفيديو، لذلك الان راح اوريكم لعبتهم الجديده الممالك الثلاث السيف الملكي. صدقوني لا تحكموا على اللعبه من الاسم، احتمال انها تعجبكم جماعه. اللعبه من نوع MMORPG، فيها اشياء كثيره مره لدرجه اني انا والله استغربت انها لعبه جوا. طيب يا جماعه، زي ما انتم شايفين هذه الواجهه، شوفوا الشخصيه هذه، وتقدر تحرك، شوف في اشياء كثيره مره تضغطها، في مثلا زي هذا بيت الكنوز، هذا زي الباكيجات. يعني مثلا خلونا نجرب نفتح باكيج هذا مجاني. يلا اوكي، بسم الله. حظي دائما بيض. اوه مساعدة، هذه توقع انها تساعدني، يعني مساعدة اتوقع تساعدني بندر. really؟ طيب زي ما انتم شايفين تحت في الشخصية هذه، تضغط عليها يوريك بالشخصية حقك، لما تحارب وكذا تطلع لك بعض اغراض تحطها زي الملابس وكذا عشان تقويك. كمثال ذحين انا ابغى اطور السيف حقي، اضغط عليه واضغط تعزيز، اقدر هنا مثلا اشياء قطع تجمعها عشان تحطها في السلاح وبعدين تطور. زي مثلا دحين انا اخترت هذه القطعه الخضراء، شوف يقول لي انه راح يطور لي 7 مرات الذا، بعدين اسوي تعزيز، شوفوا اوكي كذا تمام. برضو هنا القوه تحت مكتوب 12000، هذه قوتي انا. قبل ما تدخل مهمه يقول لك كم القوه اللي ينصح فيها عشان ما تدخل وتنجرم. في حاجة برضو في اللعبة رهيبة اللي هو هنا اسمها النقابة، زي الكلان، تدخل مثلا كلان وتتحاربون ضد كلان ثاني. لو تشوفون هنا في النقابة في خيارات مرة كثير، مثلا عندك غنائم النقابة، هذه مثلا في أشياء تبغاها تسوي لها تقديم طلب عشان تجيك، زي هذه مثلا أنا سويت لها تقديم طلب. طيب في اللعبة في حاجة حلوة اللي هو الأليف، تضغط عليه، شوفوا أنا عندي الخنزير لاكي. تقدر هذا الحيوان إنك تطوره، شوف مثلا هنا تدريب، واضغط تدريب السمات، شوفوا الحفظ. ايوه دحين زاد قوته. طيب يا جماعه دحين راح نجرب الجيم بلاي، ندخل على مغامره. في مراحل مره كثيره طبعا، كل مرحله تلعبها تنتهي ببوس صغير لازم تهزمه، بس انه نهايه المرحله الكامله مثلا هذا البوس لما تضغط عليه لازم تواجه هذا البوس ويكون مره قوي. فانا يا جماعه دحين وصلت هذه المرحله الثالثه، باقي لي هذه المرحله اخلصها وبعدين راح اواجه البوس الكبير. فدحين هذه المرحله شوفوا مثلا يقول لي القوه الخاصه بي 12000 والموصى بها 10000، فراح نخارج. طيب دحين نسوي بدء المعركه، نحط المساعدين، طبعا في مساعدين عندك، وهنا تحط اللي هو الاليف، فاهمين؟ يلا دحين نبدا القتال والله يستر، بس انه المفروض اني اجلد. طيب اوكي، طبعا في شوف مثلا تجلس هذا الضربات عادية بعدين تعطيها لفة كذا، هذه خاصية. جلد اختفوا، تشوفون الخنزير يمشي ورايا. اوكي جماعة هذه القنبلة كيف اوه اوكي طيب شوف شوفوا عندي حركة يا جماعة، هذه جلد، شوف شوف تميس باقي باقي اوكي طيب ايوه جلده والله. اجلد اجلد واعطيك هذا وربي، اوه اول مره اراهم هذولي. دقيقه ايوه اللفه بس باقي له واحد، فين على وين؟ اوكي طبعا يا جماعه هذه اللي طلعت اللي دحين على الجنب هذه الضربه القافيه، هذا سماه ضربه التكتميس، راح تعرفون ليش بس بعدين، راح استخدمها على البوس بس ما راح استخدمها دحين. جلود ذا بعدين تعطيها اللفة، اوه هي هذا البوس ظهر، واو هذا بوس، لا والله بس انه مرة قوي. ياهو انتم تلقمون من بعيد، تعال تعال جلود تعال، ايوه هذا فلوس اوكي. الان البوس هنا، والله البوس هذا، طيب من يدخل سوف يموت، نشوف دحين انا هنا لتحديك اوكي. شوفوا دحين البوس هذا اعطيهم اللفة، اول حاجة تخلص من الاتباع عشان تجلد البوس لحاله. طبعا شوفوا ضربات البوس 8، لازم اخلص هذه 8 مرات. خلوني اجيب المساعد، هاي شوف كم مسحور. اوكي دقيقه استخدم القاضي، هذه ضربه التميس يا جماعه، يعطيك هذا وبعدين يضربه في الفرن مسح. اوكي دقيقه واعطيه هذه واعطيه، مسحه المساعد حقي. اوكي ما تفاهمنا بالثلاثه وجمعنا. طبعا دحين راح نواجه البوس، اوه البوس يا جماعه انا قوته 12000 وهو الموصى بها 13000، اسمع عليكم راح اجلده
ان شاء الله نقول ان شاء الله. اوكي اوكي بسم الله. اي اي دقيقه هذه برضو نوع من المراحل يكون زي الراوند فاهم ان احنا هذه الموجه الاولى. والله يا إيه جماعه والله ما يموتوا. دقيقه دقيقه لازم لازم اتجاوز. ما ابغى ايه فلوس دقيقه. اوكي جلود جلود واعطيك هذا هذا الضربه مس هذا هذه قويه مره والله. اوه الموجه ثلاث يا هو يا جماعه الموجه ما تخلص ويدخلون علي انا ثاني. اوه والله ما يموتوا بسرعه. اوكي هذا البوس ظهر. لا والله هذا مو بوس يا هو. دقيقه الا اجلد هذا ولا الا من بعيد. تعال ايوان ابلع هالدائره وابلع عليها. دقيقة طب لا عليه هذه. يلا والله حد يقوم حلف الدب هذا. يو يو بنت واو لا اوكي اعطي هذه مسح. دقيقة دقيقة القاضية راح اخليها للبوس. ها عارف اقدر ده يهوك ينقص هيلث الحيوان. ابلع ابلع. اوكي ظهر ظهر البوس. من انت وكيف تجرع ان تتحداني؟ هل تذكر معركة ما ظهر هذا؟ قد قتلت آلاف من الناس وستكون واحد منهم. متغطر. اوكي ثمانية لازم اهزمهم. ثمانية دقيقة اول حد جيب له المساعد حقي واهرب. بسم الله. واو ربي شكله مرة قوي. واو حتى المساعد ما نقص هيلث. واو اندعست استخدم التميس. التميس اوكي مينقص ما نقص يا جماعة. واو اعطيها الدوران دوران جماعة نقص هيلث واحد بس. واو جلدني. خلونا خلونا نجرب مرة ثانية بعدها لو ما في راح اطول زيادة. والله باقي لي هيلث مرة شوية جب. كيف ظهر الزعيم؟ اول حاجة كالعادة المساعد جيب. اوكي يا هو دقيقة يا هو ايش فيه؟ اعطيها حركة التميس. حلو يلا حلو يلا يلا اعطي هذه برضو سريع واعطي هذه. يلا ما اعطي فرصة ما اعطي فرصة. اجلد اجلد واللفة سريع. اوكي لا لا دقيقة دقيقة دو اعطيه يهو يا اخو والله مرة قوي. اعطيه اوكي دقيقة 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 يا هو دقيقة راح ارجع الا اجلده اليوم. اليوم انجلد اليوم انجلد هذه وحدها. اوكي انا اقصر الهيلث مرة. دقيقة اعطي ذي. لا اختفى. استدعي استدعي واحد. ايوه كفو روح روح اعطي اللفة اللفة. حلو اعطي هذه. يلا سريع سريع هذه قوية وين هذه قوية. اوكي حلو جلس انقص انقص. يلا باقي يهو باقي الثلاث. ول 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 واعطي كذا. حلو يهو دقيقة اعطي. ايوه جيب جيب هذه باقي لي وحدة مساعدة. ايوه حلو اعطي اللفة. باقي له باقي له شوية باقي له شوية. ايوه التميس التميس. اوكي اصلي هزمه ارجوك كل حيموت. التميس انهيب التميس. اوكي اوكي كم نجمة راح احصل؟ اوكي طيب يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو. الان راح اوريكم بعض اشياء زياده في اللعبه. راح احط لكم روابط اللعبه للايفون والاندرويد في الوصف. طيب زي ما شفتم في الفيديو كان يمشي معاي في اللعبه الاليف اللي هو الخنزير هذا. انا فتح لي ذحن القطه هذه القطه بس انه راح اوريكم بالحيوانات الثانيه اللي في اللعبه. شوف مثلا هذه العنقاء شوف كيف شكلها مره فخم وتقدر بعدين تطورها زياده حتى يصير شكلها كذا ناري وقويه مره. شوفوا مثلا عندك هذا النمر الذهبي في برضو النمر سنو الثلجي. عندك بعدها مثلا هذه جبل مسميها ما ادري ليش بس انه هذه الحيوانات اللي تقدر تركب فيها. انا لما افتح لي هذا الحصان تمام بس في اشكال مره رهيبه. عندك مثلا هذا الدباب مره فخم. واي حاجه في اللعبه تقدر تطورها اكثر عشان تزيد قوتها. برضو عندك هذا النمر شوف كيف شكله.
وعندك هنا باندا. طبعا عندك بعدها الابطال اللي يساعدوك، هنا تدخل على الجنرال. المساعدين انواع كثير، عندك مثلا هذا هو توا اسمه من نوع هيلر يعطيك علاج طبعا وقوي مرة. عندك هذا برضو اسمه لوب، وهذا اللي جلدني في الفيديو نفسه، يقدر يصير جنرال. شوفوا شكله وقوته 3580، جلدني في الفيديو، اتوقع عارف قوته ايش. طيب حاجة أخيرة عندنا الشخصية نفسها، زي ما انتم شايفين هذه شخصيتي، في خيار اسمه راية، هذا يكون علم لك كل مرة تطوره عشان تزيد قوته، ويجي أنواع كثيرة. هذا العلم اللي عندي، هذه لسه علم مقفل، شوفوا الأشكال كيف. طبعا تقدر تلبس الشخصية حقك ملابس كثيرة في اللعبة، لبس عربي مو عندي، لكن راح احط لكم صورة يعني عشان اللعبة عربية وكذا، اكيد لازم احط لبس عربي. اوكي من جد هذه المرة اخر حاجة، زي ما شفتم في الفيديو انا لعبت طول القصة، في اطوار كثيرة في اللعبة. لو نروح يمين اخر حاجة راح نلقى آلات الحصار، هذه تحارب بوس بس انه يفتح في اوقات معينة، اذا هزمت تحصل موارد كثير. عندك تحتها احكم العالم، هذا تحارب عشان اللي دبر كذا توصل الاول، بس انه صعب مرة. وعندك اخر حاجة اللي هو السيطرة على الخوادم، هذه تقدر تلعب واحد ضد واحد، ثلاثة ضد ثلاثة، وطبعا لو فزت اكيد راح تحصل جوائز. فبس شباب هنا وصلنا نهاية الفيديو، زي ما قلت لكم راح احط لكم روابط اللعبة في الوصف، حملوها واستمتعوا وبس. اشوفكم على خير، في امان الله، سلام عليكم.